السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على ملاوي اللي كنديرو مخامرين، وكيجيو من اروع ما يكون، وكيجيو هكا محلولين وتيجيو زوينين وبنان. بسم الله، انا غادي نجيب واحد القصعة. فاش غادي نخدم، انا غادي نعجن معكم بيدي. غادي ندير جوج زليف ديال الفورص، وكندير زلافه ما عامراش ديال دقيق الفينو، وهنا كندير جوج معالق ديال الحليب بودره، هو اللي كيجيب داك الطراوه في المسمن. كندير الملح وكيجيبو بنين. وهنا كندير نص معلقه ديال الخميره الفوريه، لانني انا غادي نخمرهم. وكندير الزيت النباتيه، كندير هنا 4 المعالق. انا عندي معلقه هنا ماشي كبيره، ماشي ديال الاكل. الا كانت معلقه ديال الاكل كديروا غير جوج، راه كافيين. كندير جوج معالق ديال العسل، ولا ما كاينش العسل تقدروا ديروا معلقه ديال السكر سنيده. صافي، وغادي نعجن العجينه ديالنا عاديه، وكنقصحوا شويه. حنا غرضنا به هذا الملوي خصو يتدلك مزيان، قد ما حنا كندلكوه قد ما كيعطي واحد النتيجه اللي رائعه. انا هنا ما بغيتش نستعمل العجانه، بغيت نخدم معكم بيدي باش نوريكم كيفاش غادي يجي القوام ديالو. هنا درت القصعه لانني غادي نبغي ندلكو. تندلكو مزيان، حنا بعد ما جمعناه كنجمعوا العجينه شويه قاصحه ما تكونش رطبه، وتنبقاو ندلكوها حتى كترطب. وكندلكو نرشو شويه ديال الماء. انا كندلك، انا رشيت هنا شويه ديال الماء، انا كندلك وكنرش. باش كتطلق معنا شويه العجينه، غادي نزيدو ندلكو هكا بالكف. كنستمروا عليه كندلكو مزيان، كنبقى ندلك فيه بحال هكا شي 7 دقائق. صافي، بعد ما دلكتو انا غادي نقسمو هكا كويرات. هاد الكميه غادي تخرج ليا هكا 8 ملويات كبار شويه. صافي، غادي نلولبو بحال هكا. كنلولبو كويرات، راه شفتو معايا العجينه مطلوقه، ماشي مطلوقه مرخيه، يعني مطلوقه بالدليك. الا دلكتوه راه كيجي ناجح معانا. صافي، بعد ما لولبتهم غادي هكا ندهنهم بالزيت، وغادي نخليهم يخمروا واحد 15 دقيقه. كنغطي عليهم، كندهنهم هكا بالزيت، كنغطي عليهم وكنخليهم يخمروا. صافي، كنسد عليهم. هنا غادي نجيب هاد الخلطه اللي كتجيب لينا بحال هكا المسمن، كتجيبو لنا زوين، او الملوي. كندير هنا واحد 2 معالق ديال السميده رقيقه، وكندير حساب 100 غرام ديال الزبده، وكندير واحد 3 المعالق ديال الزيت. انا غادي ندخلها الميكرووند، دوبتها. ولا ما عندكمش ميكرووند غدوبوها، تحطوها في كاسرونه وتذوبوها. ثم شفتوا الملوي تطلق معانا والترخى، والخلطه وجدناها وحطيناها بردات. خصها تكون بارده على فكره، ما تكونش سخونه وانتم كتصايبوا بها هذا الملوي، خصها تكون بارده. هنا كندير هكا الملويه، كندير عليها شكل مربع لان راه خامر الخلطه ديالنا بعد ما بردات. كندير واحد المعلقه عامره. صافي، بلا ما نرشوه، يعني راه درنا هذيك 2 معالق ديال السميده، راه كافيين. صافي، كندهنو بحال هكا وكنلويه وكنجبدوه شويه، كنزيدو نقرصو. كيجي ساهل دغيا، كيوجد معانا ما كيتعطلش وما كيجيش قاصح في التكراس. صافي، كنبدا نلويه بحال هكا، كنلويه مرخي، ما كنلويهش قاصح.
سيكون بحال هكا مطلوقه، كنجيب هاد الجوانب وكندخلهم هكا في نغطسهم هكا في الوسط ديال الملويه صافي، وكنحطها نوجدها. انا غادي نزيد معاكم ثانيه بالنسبه للبنيات المبتدئين اللي ما كيعرفوش هكا يصاوبوا المسمن، راه ساهل او الملوي. وهذا اللي كيكون خامر راه دغيا كيتقرص ما كيتعطلش لانه هو خمر، ما كيكونش قاصح. واخا كنخليو العجينه قاصحه، بعد ما كتخمر راها كتطلق وكتعطي الطوع. غادي ندير هكا الزبده صافي، كندهنها هكا كنسرحها على الملويه. صافي كنزيد نقرص، بعد ما كنسرحها كنزيد تاني نقرص. هكا كنجبدوه وكنقرصو، كنزيدو ندهنو بشويه ديال الزبده، وكنبدا هكا نلويه كنلويه مرخي ما يكونش مكروز باش ما تخسرش لينا الملويه. صافي غادي نجيب هاد الجوانب وغادي نغطسهم هكا في هاد الوسط ديال الملويه، كنسدهم صافي كنحطهم يرتاحوا. كنزيدو الثالثه كنلويوها صافي، كنستمروا عليه حتى كنكملوه وكنحطوه على جنب كنغطيوه. هما وجدتهم عندي هنا تمنيات ملويات كبار، كنغطيه وكنخليه واحد 5 دقائق صافي. وكنحط كندير المقله الثقيله، غادي نبدا نقرص. انا كندير هاد الورق ديال الزبده، كيجيني ساهل فاش كنبغي نهزهم لانهما راه خامرين كما شفتوا معايا في الاول سقط، ولكن دابا غادي نقادها وغادي نقرصها مزيان. المقله الثقيله راه هي كتسخن. صافي غادي نبحلها، حنا المسمنه ديالنا طابت وما كتكونش العافيه مجهده بزاف، كتكون العافيه متوسطه باش كيطيب على خاطرو، ما نجهدوش عليه العافيه باش كيدخلوا الطياب. صافي غادي نرمي معكم السمنه الثانيه او الملويه الثانيه هكا، كنقرصوه كنزيدو نقرصوها ما كنرقوش بزاف. صافي غادي نرميوها. كنزيدو نقلبو هكا، يلا كتبدا طيب حنا تنقلبوها. كيف ما قلت لكم العافيه كتكون متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده ما يتشوش لينا الملوي ديالنا. صافي وكنتابعو حتى كنكملو. هو الملوي ديالنا كيفاش كيجي؟ كيجي من اروع ما يكون، كيجي البنه واللذه نتوما شفتو معايا، وكيجي هكا محلول يعني واخا خامر راه كيجي بحال هكا محلول. وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه، اللي جداد على القناه وشافوا القناه
والضغط على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وكنقول لكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.